مساء الخير عليكم، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. رايحين نديروا هذا النموذج في اللغة الإنجليزية لتلاميذ الثالثة ابتدائي، تيست يعني تقويم فرض، ويقدر يكون اختبار راه بسيط للتلاميذ. شوفوا كي نشوفوا ان سوجي باغي نديروا في راسنا باللي ولادنا لازم يعرفوا من واحد حتى العشرة، يعرف يقولهم يعني 1 2 3 حتى العشرة، ويعرف يكتبهم يعرف يقراهم. باغ اكزومبل كي يشوف هذه خلاص في راسو راهي 2 اثنان. كي نروحوا لهذا التمرين هذه راهي 9 9. على باله واش خص هنا؟ ما خصش الاس، خص الاي الاي. المهم نبداو على بركة الله مع التمرين الاول. رايحين نربطوا هاد الأرقام، راهم مكتوبين بالحروف مع أعداد الفاكهة count and match، يعني نربط نحسبه ونربطه. نبدأ عادي. هنا عندي ثلاث موزات، ثلاثة التلميذ على باله بلي هذه 3. بو مع العلم أن الأستاذة تكون تقرأ لهم، دونك تقرأ لهم هاد الإكزرسيس، تقول لهم هذا 1 3 5 2 6، ومن بعد تخليه يحل. هذايا هاد الكلمة على بالو بلي هي 3، دونك رايحة نربط هادي مع هادي. نزيد نحسب هنا 1 2 3 4 5، عندي 5 حبات كرز، وراهي الفايف هنا كاين 5، هاي ليك 5. بهاد الطريقة عندي برتقالة واحدة، دونك 1، هاي ليك. عندي 2 عندها اثناني، زوج حبات تاع الفراولة، ونحسب عدد حبات التمر 1 2 3 4 5 6، 6 هاي ليك 6، يعني علامة كاملة في التمرين الأول. وراهو بسيط، من كل نموذج نتعلم حاجة باللي أولادنا لازم يعرفوا الأعداد. ماتش يعني رايحين نربطه. في الجملة الأولى What's your name؟ ولا نقراو هادوما الأولين ومن بعد نروحو لهادوما. أنا ما في اللغة كي نديرو تربية مدنية ولا تربية إسلامية نقرا الأجوبة، يعني عودت بنتي يعني كي نحل معاها في البيت ونقولها نقراو هاد الأجوبة، ومن بعد نبداو نقراو الأسئلة. كي نقراو الأجوبة تمتم غير نقراو السؤال الأول نجيبو الجواب ديالو، شغل يجينا أسهل. I am 8 يعني عندي في عمري 8 سنين. هاي يعني كما نقولوا هلاو. My name is مريم، اسمي هو مريم. دوك نروح لهنا What's your name؟ My name is مريم. هذه كونوا يعرفوها أولادكم كتابة وقراءة. How old are you؟ شحال في عمرك؟ السن ديالك. هادي معليش نقولو يغلط فيها، معليش. هلو هاي، دونك هادي مع هادي راه ساهل بسيط. ميشو برك نقولو يعني شغل نمدو لهم عذر انه معليش يقدر يغلط في هادي ومعليش يغلط في هادي، مي البقية راهو فاسيل. complete with I ولا عندنا S. 7 وليدك على باله باللي تكتب بالاس، 7 وليدك ولا بنتك. عندي 9 9 هاي ليك. عندي اعتذر على الصوت تاع القط. عندي 6 6 6 تكتب هكذا. للتمرين الرابع ماتش رايحين نربطو هو وهي. ولادكم يعرفوا باللي هي معناتها هو، وشي هي، صح. هو للمذكر وهي للمؤنث، لا ميم شوز في لونجلي. هي للمذكر وشي للمؤنث، يعني بسيط.
كان هذا هو النموذج تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه ولو قليلا. نخلي لكم الانستغرام ديالي كما قلت لكم، خلوا لي في تعليقاتكم في الانستغرام ونشوفوا التمارين اللي نقدروا نزيدوا نديروهم مع بعض. نقول لكم تلاقوا في فيديو اخر باذن الله. تهلاو في روحتكم وفي وليداتكم، وسلام.